انت مش جديد على فكرة الانتخابات، دخلت في الانتخابات بتاعت 22، انتخابات 2017، حصدت عدد كبير من الاصوات كمان في الفترتين، مرة مستقل ومرة ضمن قائمة الكابتن احمد سليمان. انك تاخد القرار بانك تدخل في الانتخابات للمرة الثالثة، ازاي وصلت له؟ برضو في الاول يعني بشكرك هاني على الاستضافه الجميله، وطبعا شريف اخويا وحبيبي، واحنا يعني حتى في النادي ودايما بنتقابل كتير قوي في المقابلات والكلام دوت، فرب التوفيق لي يا رب وكل ولاد نادي الزمالك للجميع ان شاء الله يا رب. القصه كلها في نقطه واحده، ان نادي الزمالك بيمر بحوالي 20 سنه في مشاكل إدارية ومشاكل رياضية ومشاكل اجتماعية غير طبيعية. أنا هقول إن يعني لا أدعي، ولكن هي دي الحقيقة، أنا اللعيب الوحيد اللي مخرجش من نادي الزمالك في الأزمة اللي مرت بنادي الزمالك في 2010 إلى أن اعتزلت في 2017. لامس كل المشاكل اللي على الأرض رياضيا واجتماعيا وإداريا. نادي الزمالك محتاج ولاده اللي متواجدين اوريدي جوه نادي الزمالك. يمكن انا حتى الفتره اللي فاتت كانت في ناس بعيده عن نادي الزمالك داخل نادي الزمالك، كانتش بتدخل نادي الزمالك وممكن كانت ممنوعه، انا لا كنت بدخل نادي الزمالك. هو ملامس كل المشاكل على ارض الواقع. ونادي الزمالك محتاج في الفتره القادمه كل ولاده اللي عاشوا المشاكل بحذافيرها زي ما بيقولوا، ويتسلحوا بسلاح العلم والتجارب والنجاحات الاداريه. الحمد لله رب العالمين، انا اداريا جوه نادي الزمالك كنت موجود مدير فني للقطاع في فتره ما، كنت موجود مدرب عام لفريق الدرجه الاولى، تاريخي جوه الباسكت نادي الزمالك في الفتره اللي انا لعبت فيها الاكثر حصولا على البطولات في مصر في الفتره ديت كفريق او كلاعب. خارجيا انا مدير عام في اكبر شركه بترول موجوده في مصر، فعندي من الخبرات الاداريه والعلاقات اللي تقدر تساعد نادي الزمالك في حل المشاكل بتاعته. طيب انت اتكلمت في انك علشان موجود دايما جوه النادي وابن من ابناء النادي، فانت لامس مشاكل النادي الرياضيه والاجتماعيه. ايه ابرز المشاكل اللي شايفها في الملفين واللي شايف انك عندك قدره مع مجلس اداره على حلها؟ رقم واحد، نادي الزمالك بعد ما كان رياضيا رقم واحد رياضيا، بعد نادي الزمالك بعد ما كان مصدر للعيبة في جميع القطاعات والدرجة الأولى بالأخص، النهاردة نادي الزمالك بقى مستورد للعيبة. نادي الزمالك النهاردة بقى طارد للمواهب التدريبية وبقيت بتستعين بأبناء الأندية الأخرى. طيب كل الكلام دوت عشان عندك مشاكل مالية ومشاكل إدارية ومشاكل فنية. لابد من إعادة رسم الخريطة المالية والإدارية لنادي الزمالك بفصل كرة القدم، وهي العنوان الرئيسي والأشهر والأكثر خدميا لنادي الزمالك، بإنشاء لشركة كرة وألعاب الصالات. لابد من إنشاء ليها شركة برضو خاصة للاستثمار، وده النهج الأساسي اللي بتنهجه الدولة حاليا للاتجاه للاستثمار. تمام. بالإضافة إلى التحول الرقمي للداتا كلها ولكل العمل اللي موجود، وبناء عليه لابد من التحويل من خلال شركات. تمام. للتحويل للاستثمار في الاعلام والاعلان للعيبه والميديا، فلازم لابد من الاستقرار، ده رقم واحد، وتحويل نادي الزمالك الى مؤسسه تعمل بنظام مؤسسي.